الزولة بلا الزولة كوذا عدي توالين نسوفي سون غارتيا عدني سلن نسو ثلاث نت مزيث ودن صوال سوق مطف نت تيلي زرين النهار وثزوارا نسلن نسو حريش نت تغلس ذلمن عند الصوضة نسرذس نجدر ميان دي الولاية نعما عدس حفسن يوان نوهرا وني مطال ميان ايدي سوفوان ودي سنرنيان ثاذريم تنت حيلا في النور نصحارا ذي سؤولنا ذاهرة وهي لان السفعة يمدنن وذني لان دي الشبوها عند دي لا وسف الدين وسنرني أن التدريم تنسينا لفني دينارا وفانا الغرصة نزلنا التدريم تيبضون غير 200 مليون ونص سنتيم والرند سكين كران كوريا السيس الدويان يون لقديش وسليا عديري وسالينا تلوف غار سامي وين تغدمت مكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بنعامة من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتزوير وتقليد العملة الوطنية تتكون من 7 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة إلى 30 سنة. تعود وقائع العملية إلى تاريخ 28 سبتمبر 2023 إثر معلومات متحصل عليها من طرف أفراد فرقة الأمن والتحري بالقصدير التي تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بتزوير وتقليد العملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري لطرحها للتداول، حيث تم الاستغلال الجيد للمعلومة ووضع خطة محكمة تم على إثرها توقيف المشتبه فيهم مع حجز مبلغ مالي قدره 2,544,000 دينار جزائري، كما تم حجز سيارتين ودراجة نارية بالإضافة إلى عتاد مستعمل في تزوير وتقليد العملة الوطنية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً. دوك سنت النظام يفدون مهال وسقا مواغنا ونتوكسان نتقوذني ثذول ماذ بيذي مقرنا ويذي وسرنا ذي العمر غار ثمان الولي غن الولاية نعمة غاف ثزوران التليث الثمين وثن التوكسا نتقوذني ثذي ثسناوي ثن عبد الحميد بن باديس ثذي ثغيوان تنعين الصفرة وذغا غيلاد سويا غيل مندن توكسا ذو سنغس ذو غزال ذو طنن نتقوذني ثي الويذ وسرن زيريين وسلايا غادي عليا وسنرني غنوهي لا سد ما غاديك سوق صغار ويض سيد علي مطمطي. المفاهيم التقليديه له وهو تعلم الابجديه او تعلم اليه القراءه والكتابه والحساب، وانما تعدى الى مفاهيم جديده وهي ان تسهل له محو الأمية الاندماج في المجتمع، تساعده على اكتساب معارف يعيش بها داخل مجتمعه وأيضا لصالحه الخاص والصالح العام. قل هذه الهيئة اليوم والديوان الوطني لمحو الأمية عمل تعورها مكمل للدروس النظامية لخلال اليوم الالتحاق أو التفاف كثير من المواطنين تاعنا اللي ما تعرفهمش الحظ بل يكونوا في الدروس النظامية لعدة أسباب، راهم يلتحقوا بهذه الهيئة اللي رجعت الثقة، والثقة اللي راجعة لسببين، هو التأطير وتوفير الوسائل البيداغوجية بكل النواحي، وأيضا نقول اليوم كانت عندهم فرصة باه يلتحقوا بالمؤسسات النظامية، وكذلك بالنسبة لمراكز التكوين المهني، التعليم عن بعد، الجامعات وغيرها اللي تفتح لهم آفاق جديدة، هذا اللي خلى اليوم نقول ماهيش دراسة عادية فقط نلتحق باه نتعلم، ولكن نتعلم وباه نواصل ايضا وباه نساهم حتى في التنميه. الحمد لله ما كنت نعرف والو، تعلمت القران راني في جزء ما حفظته الحمد لله، حفظته شفويا، وتعلمت الكتابه والقراءه والاسم والرياضيات الحمد لله يا ربي. تعلمنا قراونا والحمد لله. هذه ها في القران في الكتابه في القرايه في كاع ها هاي حروف حروف واه نقول لهم اللي بغى يقرا رانا حالين في الجامع يجوا يقرا. اكا وارثا قران لفني غار ثما غني غزران ذو قران ني ضمان ذا يان يغالان ذيمه غف ثوذرث قام ذنان ام ذيان سيت غيوان تندوا ودا الولايه انتي بازا عند يغال يغزر تسوذي نتيذ اي مزداغ على دغان سوا كواض نتاليث نتكرس نغا كواض نتاليث ني غفران وكاراك وصراجع ود راديا قربوتي. ذي ضمان يتواض قرانديا لمكان تيمزدوغين يتوافنا نبغيرة تطفادي توليلين اللفني سفلان يغزراقي ذي دواودا الولاية تيبازا ذاين يغالن دميه لادغامي ذا فريد تساوين يمذنان الواد النائم يجي نهار اللي راح يدير كارثه لهنا في بلديه دواودا، خاصه وانه رانا نشوفوا بيوت قزديريه مبنيه على هذا الواد. هذا اللي سما رانا نهضروا على بليس دو 3000 هابيتون اللي لازم يفوتوا لوسط المدينه ومضطرين انهم يديروا تور دو مونت. لازم جسر على هذا المستوى
كما لازم تنقية هذا الواد اللي راح في أي لحظة قادر يعود يهيج، هذا يسمى بالواد النائم. دي غزريو على نتحكم تغاف في مزداغ لا دغا ميديغلي وفور لا دغا ديغان ميثا وغيثا نحمل نبوه ما نديلا نديفوكا ثالث يزرين ذتينهم في عدارة ولا ذاقي نضرينا بها نضرينا هذه طريق هذا الجسر بمجرد ما طيح شوية اشتابرك يعود يطرطق وما تكلمنا رئيس البلدية قال لك ما نقدرش نلقى لها حل هنا هذه حاجة كما نقولوا كبيرة عليه فوق طاقة تاعو نطلبوا من الوالي يدخل يشوف لنا حل في أقرب الأجل نطلبوا منهم يديروا لنا حل حنا رانا ذوك البيوت القصديرية هذو مبنيين فوق الطين يجي نهار اللي الواد هذا يعاود الآخر نضروا حنا واش نقولوا نطلبوا من السلطات تاعنا من الوالي من رئيس البلدية واللوم ماشي على رئيس البلدية ولا اللوم كاع الشعب رئيس البلدية الوالي تي فين التفراث ثواغيث طوناط تكسن روايح ونزيدارا الرغف عيني يسحفي فرغف الأرواح سن ثالث نشتوى يقيم كان ذا سيرم غرثورا إذا سوين صودار ثقارنتي عاد ويسين نسال نستو ثلاثة مزيغة ميرثك ويكون ودي قيمني إذن غد زيغر غورو شابي شكرا جزيلا لك دم تابعين الكرام نصل وياكم لأختامي